حول مهرجان البحرين الدولي للموسيقى ينضم إلينا عبر الهاتف أو تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة فرح مطر مدير إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار. أهلا بك أستاذة فرح في نشرة الثالثة. إذن ما هو دور هيئة البحرين للثقافة والآثار في تشجيع الموسيقى وروادها في مملكة البحرين؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. دور الهيئة أن احنا نعمل على الحفاظ على الإرث الثقافي غير المادي في مملكة البحرين، والموسيقى عنصر مهم جدا من مكونات هذا التراث الوطني الذي يعكس غنى البحرين بمواهبها وثقافتها. وأيضا الاهتمام المباشر بالنسبة لنا لتسليط الضوء على الفنان البحريني والفنون البحرينية بالخصوص الموسيقى الشعبية والمعاصرة. الهيئة بدعم كبير من قيادة المملكة الحكيمة أسست بنية تحتية ثقافية صلبة ساعدتها في الإعلاء من مكانة الفن البحريني، ونحن اليوم مع مهرجان البحرين الدولي للموسيقى نقدم في مسرح البحرين الوطني والصالة الثقافية ودار المحرق مجموعة من الامسيات التي تعكس غنى الحراك الفني في البحرين. نعم سيدة فرح، ما هي توجهات الهيئة المستقبلية فيما يتعلق بمهرجان البحرين الدولي للموسيقى؟ بالنسبة لخططنا المستقبلية، طبعا الاستدامة هي نهج نعتمده في هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومنها الاستمرارية لهالمهرجان، مهرجان الموسيقى في هذا العام في السنة 31، واليوم أكثر من أي وقت مضى تقوم الهيئة بالترويج للفنون المحلية وللفنان البحريني، وهدفنا أن نتعاون أكثر مع كل المواهب البحرينية في سبيل إيصالها للعالم العربي وللعالم بأسره. هذا العام أسعدنا جدا انطلاقة أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم، ونقدم أيضا خلال مهرجان تحية للفنان الراحل محمد زويد مع فرقة البحرين للموسيقى، كما يقدم المهرجان فرقة إسماعيل دواس في دار المحرق غير عدد من العروض الدولية لدعم التبادل الثقافي المتواصل في هذا المهرجان. نعم، تمنيتنا بكل التوفيق والنجاح الأستاذة فرح مطر مدير إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا جزيلا لك. Thank you.